في مصر كلها، اي حد بيقدر يحضره ويعمل ريجستريشن وبيجي يحضر، وعن طريق مجموعه طبعا فاليبل جدا ويعني سيرتيفايد من مايكروسوفت امبلويز، فيها بيبتدوا يشرحوا التكنولوجي دي وبيبتدوا يعرفوا الافنديز والاودينس بتوعنا ايه اللي العالم وصل له في الاي تي فيلد وفي الاي تي تكنولوجيز عموما. الكونفرنس في رايي هو توسع من مايكروسوفت نشاطها في مصر. في السنين الاخيره ابتدت مايكروسوفت توسع النشاط ده وابتدت تبقى متواجده حتى في الجامعات من اول سن الشباب في الجامعه، وابتدت ترعى نشاطاتهم وابتدت تنشر النولج والتكنولوجي في الكوميونتي من اول الشباب في الجامعه لغايه الاكزيكتيفز والموظفين في شركات الاي تي لغايه المديرين والجنرال مانجرز في الشركات دي. فانا ببساطه يعني شايف الموضوع كان فعلا مثمر جدا ومفيد جدا لمايكروسوفت انها تقدر فعلا تقدم فرصه زي دي للاودينس بتوعنا والاي تي كوميونتي في مصر وللكوميونتي طبعا ان هم يقدروا يستفيدوا من حاجه زي كده. الكونفرنس كان فيه عرض التكنولوجيا الجديده زي الويندوز فون وزي الكينكت مايكروسوفت كينكت في الويندوز، وكان فيه سيشنز بتتكلم عن بعض الايتمز المفيده في الديفلوبمنت على فيجوال ستوديو. كان في كلام عن برودكت اتحدثت وكان في كلام عن برودكت لسه جديده بتنزل. بس كده ده ببساطه كانوا اليومين بتوعنا، ويا رب نتمنى نكون فعلا الاتنديز بتوعنا اودينس بتوعنا قدروا يستفيدوا خلال اليومين بتوع الكونفرنس. متشكر ليكم جدا.